هذا وتواصل المملكة العربية السعودية بذل كل الجهود الممكنة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة سبل الراحة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وفي سبيل هذا الهدف النبيل سخرت المملكة جميع الطاقات والإمكانات لتيسير خدمة ضيوف الرحمن وسبل إقامتهم وتنقلهم. خدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. أؤكد لسموكم الكريم جاهزية قوات أهل الحج لتنفيذ مهامها. جندت المملكة العربية السعودية جميع طاقاتها وإمكاناتها من أجل قاصد المشاعر المقدسة وتقديم أفضل سبل الراحة لينعم الزوار بالطمأنينة والسكينة. وسخرت السعودية حزمة من الخدمات للحاج منذ لحظة وصوله تشمل الإقامة والنقل والرعاية الصحية وغيرها. عملية التفويج يعني حقيقة عملية معقدة وبنيت خبرات ضخمة لدى المملكة وتم حقيقة بجهد كبير وتنظيم كبير بالتناغم الشديد مع الزملاء في وزارة الداخلية لضمان سلامة الحجاج. ومن الخدمات المميزة إتاحة التأشيرات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين من جميع الدول وبطاقات الحج الذكية ومبادرة حج بلا حقيبة وتوظيف التقنيات الذكية لإثراء التجربة الدينية وزيادة تفرغ الحجاج للعبادة. هذا العام تم توفير عدد من التجارب المبتكرة والخدمات المستجدة باستخدام أحدث التقنيات. طائرات الدرون سيتم استخدامها في فحص الطرق، في نقل عينات الدم. وتعد مبادرة طريق مكة أحد أبرز الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله بهدف تسهيل إجراءات الدخول عبر المنافذ دون انتظار. شعور حنين كثير، شي للكعبة، شعور بودي أطول المشوار في البقاء فيها. النظرة الأولى كل ما تيجي للكعبة تحس كل جسمك يرتعش، كل جسر جلدك يوقف من الإحساس. سبحان الله، مكان طاهر والقلوب تخشع فيه للآخر. رحلة إيمانية مفعمة بأجواء روحانية خالصة يحظى بها كل من يزور هذه البقاع الطاهرة، وهو ما يؤكد نجاح كافة الجهود والعطاء اللامحدود لنهج تبنته قيادة المملكة العربية السعودية التي لا تدخر جهدا في التيسير على ضيوف بيت الله العتيق.